سلم هالديار صحتين. هلا معقوله صبحي واخوه معروف يعملوا هيك؟ فلتوا من ايدي ولو لاقطهم كنت فرجيتهم لهالفلاعيس شلون بتكون المراجل. بقى عم يتقوا اثنين على واحد. اخس اخس الله يخليكم يا شباب، لا حدا يفتح السيره ابدا. ابي مانو متاكد بس شاكك شك، ونحن ما قدرنا نعرفهم. مزبوط معتز، كانت الدنيا عتمه. لك صايب ابراهيم، انت شفت الحرامي اللي سرق ذهبات ابوك؟ ما قدرت تعرف اذا كان يدحشري ولا لا؟ من عيونه بقدر اقول انه هو حاكم تطليعات عيونه مثل الديب، كانوا عم يقدحوا قدح بالعتمه. اما اني متاكد 100% ما بقدر اقول ايه. برهوم ايش كان بدك يانا نعمل لهم شيء بدل مرتب محسوبك جاهز؟ مو بس انا وشباب الحاره ما حدا منا بيقول لا. عم يقول لك ماله متاكد انه صبحي واخوه معروف هن اللي ضاربينه، شلون بدك تعمل لهم بدل؟ شو بنا بشير؟ خايف؟ انا؟ لا مالي خايف، شو مفكر حالك القبضاي الوحيد بيناتنا؟ لسا قاعد عم تتمرفخ على الفاضي وتقد مراجل؟ على الفاضي؟ انت قد هذا الحكي؟ صلوا على النبي يا شباب، شو بكم؟ نحن جايين طمع على ابراهيم مو جايين نتخانى. لا تروى معتز، شو بلا بشير؟ عدوا شربوا شاي عدوا. تعرفوا شباب؟ أنا هلا تأكدت إنه نحن إيد وحدة بإذن الله، وبشير ومعتز ما في خلاف بيناتهم. يلا نشوف، بوسوا شوارب بعض وبوسوا الشيطان. يلا الله يلعن الشيطان، يلا. والله بي حلوة. الله يخزيك يا شيطان. عين عليكم يا شباب. وهلا عدوا احكوا لي، وين وصل أبو عادل حكواتي بقصة الأمير حمزة؟ اسمع سيدي. هات لشوفه شو صار الأمير حمزة، احكي لي. تفضلي خالي انزلي. لك ان شاء الله بيسلموا هديات يا عروس، يقبشني هالوش. تفضلي. يسلموا تقبريني. بدك الدغري؟ أنا بحياتي ما شفت وحدة قوية وواهية مثل حكايتي. الحظ اجى لعندك برجلي. قولي لي بقى، إمتى سعاد خانم بدها تجي تطلب لطفية؟ إمتى؟ ما بعرف. بس رح تجي. ليش هيك القهوة سايطة اليوم؟ يبعت لي حبة ما تأخذيني، هاي لطفية قد ما أنا فرحانة ما عم تعرف تعمل شي. خلص اشربي فنجانك وأنا بعد شوي بساوي لك فنجان من تحدياتي. قهوة؟ هلأ هاي الخبرية بدها بس فنجان قهوة؟ اي مو تكرم عينك أم زكي، بدها حلوان هالخبرية. عندي صحن قطايف عصافيري بدك تاكلي أصابيعك ورا. وشلون شغلك؟ إن شاء الله متيسر. والله نحمده ونشكره يا روحاتي، يعني من يوم الله تاب علي وتبقى الحرام تجارتي كمال عم تحسن وتوسع. الحمد لله. شفت لك صغري، شفت الله عز وجل بسابع سماء ببارك بالقرش الحلال، والله عز وجل بيعطي الواحد على هوانيته. شرف معلم ديبو، شرف. الحمد لله يا أبي. نعم يا أبي. يا عيني مطخم احمر واصفر، بس حتى تاكلهم بدي اشتري لك قدن على مرتين كمان. احلى نفس ارجيله لاخر عم يا ابو ديبو. شرعي الله يسلمك يا مسلم. كل الارجيله يا مسلم. يلا جايه. ايه يا ابي احكي لي شو اخبارها؟ يا ابي انا مبسوط لانه امي رح تجيب لي اخ. شو صهر؟ يعني اختي حبلي؟ لا اخي، قصده على حرمتكم. الله يطعمك حاتم. يا رب يا رب. شو بنا ابو حاتم؟ روي اصبر، إلى الله مع الصابرين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عم محمود. يا حبيبي هلا بيصرعني بده فنجان قهوة، وإذا لبيت له طلبه بده يجي ابنه ويبهدلني. أهلين عبي يا محمود. أهلين بلدك. نورت القهوة والله. جيب لي ارجيله وفنجان. بن ما في عمي يا محمود، فالله يرضى عليك لا تعلل لي قلبي ولا اعلل لك قلبك. انا شايف الزباين كلياتهم عم يشربوا قهوه. ايه مزبوط كلامك عمي يا محمود، بس هدول الزباين جايبين بناتهم معهم. عال وانا جايب بناتي معي عمي خود. ايه تكرم عينك عمي يا محمود. ليش انت شفتها لخيرية؟ لا يا مو انا شفتها ما شفتها، انا ما بعرفها غير انها بنت معلمي ابو خاطر. والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا ابني. شو يعني؟ يعني بيت ابو خاطر جماعة طيبين ومن اوادم اهل الحارة،
بس انا برايي نستنى شوي. ليش يا مو؟ يا مو هلا نحن مو فاضيين، ملتهيين بعرس اختك، مو شايفنا مشغولين بالخياطه؟ يا مو شو دخل هي بهي؟ لسه ما تحدد العرس تبعها. بس الجماعه قالوا مستعجلين. يعني استنى، ما راح تطير خيريه خانم من ايدنا. يا مو انا حاسس كانه ما بدك تخطبي لي اياها، فيها شيء مو عاجبك؟ مين قال هالحكي؟ لك يا مو الخطبه مو سهله، بدي روح انا واختك بوران والدايق مزكي ونفصل النقد ونحكي بملبوس البدن وشوفها بتناسبك ولا ما بتناسبك. ولشو كل هالشي يا مو؟ بركي منطقها ما عجبني، بتلدغ بلسانها وبدي شوف سنانها فرق ولا صفه وحده، بدي راقب مشيتها وحركتها وقعدتها وقومتها واكلتها وشربتها، بدي اتاكد من سمعها، بركي ما بتسمع طرشة، بركي شرنة وخمة وسخة. والله والله إذا وسخة فلا فوت على هذا البيت لو بتنطح راسك بأربع حيطان. كل هالشي يا مو؟ إيه لكان، هي عيشة بدك تعيشها معها، وما بدي يكون أنا أصل السبب بزعلك إذا ما طلعت مثل ما بدك يا مو. وهلأ شو يا مو؟ هلأ قوم روح على شغلك، وأنا بس يفضى راسي من عرس أخدك دلال بروح وبشوف لك ياها. منيحك؟ اللي بدك يا عمو اللي بدك يا. يا صيف نقزتني. مين بدي يكون يعني؟ أبدر. أهلين أبدر. يا الله السلام عليكم، بدي لحق ركب المزراب. زيح حفظك يكي إلا وحيدو. تبك عم تحكي عن جد؟ ايه يا بي، الشيخ عبد العليم برات الحارة ويمكن ما يرجع للعشاء. يا بي يا حبيبي انت اشتفي قد البيار وانا رحلت بالمربع لك على عيني. حظ هذا لك أخي، يعني الشيخ ما لقى يطلع من الحارة غير اليوم. تعرف ابو عصام وين حيروح حو حتى تعرف اني عم بحكي مزبوط ولا لا. سلامي.